كيف يحشر المتكبر يوم القيامة اللي هو مش شايفك ده؟ يا ابني أنا مش شايفك، في بعض الناس يقول لك كده، يا ابني أنا مش شايفك. بشر المتكبر بأن الناس لا يروه، أساسي. المتكبر يا إخوتي عنده نقص، عنده نقص، فيريد يا إخواني بتكبر على الناس أن يداريه. هو مخوخ أساسي من الداخل، ضعيف من الداخل، فيستعلي عليك بأمر من الأمور، بمال، بجاه، بمنصب، بأي حاجة من دي. ولذلك إذا ما سحبت منه هذه الأمور عاد إلى البالونة بتاعته فضت خلاص. صليتم على رسول الله؟ أيوة يا إخوانا. كيف يحشر يوم القيامة المتكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة، اسمع اللي جاي دي، أشباه الذر. شفت الهمش الصغير ده اللي احنا نقول الهمش اللي بيطير ده، الصغير ده الهموش، مش عارف الهموش ده كائن حي ولا ميت ولا ايه، المهم اللي بيجرب كده بسيط كده صغير. قال لك يعلوهم، يعلوهم كل شيء لصغارهم. كل حاجة في يوم القيامة هتعدي، تعدي على المتكبرين، البهايم والحمير والعف كله يضغط على المتكبرين، يحشر كذا. أتدري لماذا؟ لأن الكبرياء رداء ملك الملوك، هو بس فقط المتكبر. تيجي تدخل في الصفة دي يبقى في مشكلة، عاندت وتحديت ملك الملوك، مش أنا الضعيف اللي قدامك شايفني ضعيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ايه؟ مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. لو واحد في قلبه مثقال ذرة لا يدخل الجنة، ما هو مش هيدخل. الصحابة فزعوا لما سمعوا الموضوع ده، قالوا: يا رسول الله، إن الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسن. ما احنا ساعات بنقول عن الناس متكبرة برضك، وهم مش متكبرين ولا حاجة. لما اشوف واحد كده لابس قميص كده وماكو جميل، ايه التكبر اللي انت فيه ده يا عم؟ هو الراجل عمليه يا معلم، عشان كوى القميص قلت متكبر؟ الله الله الله. او لبس له حته حلوه كده من الزفره تروح عليه متكبر، وملمع الجزمه واكرمك الله الحذاء وظابط كذا، ده متكبر؟ لا. الصحابه سالوا في ذلك، شايفه لابس حته صوف مثلا خمس خمسات ولا اربع خمسات ولا كالونيا حتى خمس خمس اي حاجه، المهم ثلاث خمسات، ترى المتكبر؟ جايب له حته مش جايب له شال وحطه على كتفه كده وليه عمامه كبيره، ادي المتكبر. يا خلي بالك، اتق الله. شفت النبي هيقول ايه دلوقتي؟ لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قالوا: يا رسول الله، ان الواحد منا يحب ان يكون ثوبه حسن. يا كرم، سيدنا النبي 63 سنة ما رؤية وسخ على ثوب رسول الله. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. ما ممكن تقول لي عصلك عنده اليماني وعنده بلاد الشام وعنده الحرير، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثواب معدودة، ثوبين أو ثلاث، ولكنه قال: الدين، الدين يا إخواني في الله، الدين إيه؟ صلاة رسول الله، الدين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إخواني فقال أن شطر الإيمان الإيه يا إخواني في الله، والطهور شطر الإيمان، إن الله إيه جميل يا حبيبي. اسمع اللي جاية. قال: يا رسول الله، الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر ما هو؟ عارف أخوي، أنت ممكن تقع في الكبر وما تاخدش بالك أنك أنت واقع فيه. والله، اللهم إنا نعوذك من الكبر. أيوة 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 أخوي، أنت اللي قدامي ممكن تكون واقع في الكبر أنت. أيوة أنت أخويا، إزاي يا عم الشيخ؟ قال لك إنك أنت ممكن يعرض عليك الحق وتقول برضك أنا مش هتبع الكلام ده يا ابني، الحتة دي مش بتاعتك، لا برضك أنا مش دعوة الموضوع ده يا ابني، البيت ده مش ميراثك، لا برضك أنا يا عم معرفش الكلام ده يا ابني، دي الحته دي بتاعت اختك ومراس اختك. بقول لك، عشان كده النبي لما عرف لنا الكبر
قال الكبر، اسمع اسمع ركع، قال صلى الله عليه وسلم: والكبر غمط الناس. غمط يعني استحقار الناس. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع الحق، ده اسمه تكبر. ان احنا قلنا لك انت مش بتاعتك والحاجه دي كذا، وقلت برضك انا هعمل. اللهم سلم يا رب. كسرى مزق الكتاب عشان حاجه بسيطه. اه والله يا اخوان، ايه يا اخوانا؟ من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الروم، ازاي انت تقدم تكتب اسمي قبل اسمك؟ في ناس عندها كده يا اخوان، وناس عندها عفويه بسيطه يا ابني. ممكن يزعل لو احنا هنركب ميكروباص، مين هيركب قدام؟ مين هيركب يا عبد الله؟ مش عارف والله. مين يركب اخويا قدام؟ ممكن تحصل مشاكل. هو احسن مني عشان يركب قدام؟ طب والله ما رايح خالص يا عم. اركب الله يرضى عنك، اقسم بالله الاربع كاوتشات هيوصلوا في وقت واحد. صح يا برنس ولا غلط؟ صح ولا غلط يا اخواننا؟ زياد صح ولا غلط؟ القطر كله هيوصل في واحد. والله والله لو انت في العربيه رقم 14، دايما بتوعنا يا حماد بيدون العربيه السبعه، والله العظيم لو في العربيه السبعه هتوصل مع العربيه واحد. صح ولا غلط؟ لكن ازاي انا اركب ورا؟ هي وصلت كمان؟ معلش يا حاج خليها علينا الحته دي. هذا قلب ملوث. انا ملوث. بعت لك اخويا، وليه ما تجيش انت عشان تدعيني انت؟ ازاي تبعت لاخوك الصغير؟ انت بس صغير، انت مش شايفني؟ قلوب تعبانه. الاعرابي يا اخوتي، احبابي يا احبابي، الاعرابي نزل من الصحراء. قالوا له ده فيه نبي طيب وصادق وامين ويامر بالعدل ويحب كل الناس وساوى بين الناس. فالاعرابي نازل من الصحراء ما شايفش قدامه غير مثلا اني بيسمع بالليل عوي الاسود، عوي الذئاب، عوي يا اخواني في الله السباع، شايف الصخور، شايف كل حاجه. فالراجل ده ما عنديش حاجه وهو نازل. ولما قالوا له سيدنا النبي، سيدنا النبي، وقعدوا يقولوا له ويمدحوا في سيدنا النبي، فوضع الاعرابي صوره عملاقه في ذهنه لرسول الله. قال يعني في دماغه، قال ايه مثلا؟ يعني مثلا قال ده انا سوف ادخل، سوف اجده على كرسي عالي جدا والناس قاعده تحت رجليه، وهو قاعد كده عالي فوق خالص وقاعد على عرش. فسأل اول ما دخل المدينه، يا اخواننا فين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ده في المسجد. دخل المسجد. يا اخواننا فين سيدنا النبي؟ ما شايفش الا كرسي، ولا شايف عرش، ولا شايف حاجه خالص. قال هذا هو، هو لهناك ده. فلما دخل وكان لاول مره يرى صفحه وجه سيدنا النبي، يا نهار ابيض، في الشمائل قلنا أن كل من رأى النبي لأول مرة أهابه، يا نهار أبيض ده. فاقترب الأعرابي فبدأ يرتعش ويضرب في إيديه ورجليه كده في بعضيها. اللي كان يسمع السباع اللي ما بيخافش أبدا، بس كده. فلما رآه النبي ماذا فعل؟ انظر إلى قمة التواضع. ابتسم النبي محمد وقال: يا رجل ارفق بنفسك بالراحه، بشويش بشويش بشويش، اهدى اهدى، ما انا، والله كلام يخلع القلب، ما انا الا ابن امراه. مالوش انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام ابن كذا ابن قصي ابن كلاب ابن مره، اب الى ادم عليه السلام وقول له انا كذا وعيلتي. قال: ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد في قريش. يا نهار أبيض، احنا اتنين زي بعض. وشايف كسرى عامل مشكلة عشان تقديم اسم وتأخير اسم. فاللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من التكبر يا رب. من التكبر أنك تتكبر وأنت مخطئ. مش عيب لتقول لمراتك أنا آسف،
والله يا ام احمد معاكي حق الكلام ده، ربنا يبارك فيك يا رب، وانا اسف ما تزعليش مني. تواضع. ايوه يا اخوانا، لا اصل كان الواد صاحبي مفهمني ان المراه عامله زي السوسته، ترفع رجلك تضرب في وشك. مش عارف احنا شغالين عند مين يا اخوانا، احنا شغالين في الحديد والصلب. هو انت متجوزها في ورشه؟ شوف يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك تزعن للحق، ليه تستحقرها؟ احدى الخوات لاخواته وقلت لكم زمان يا اخواني، رحت اصلع عشان اصلح بيها، قالت يا شيخ انا مشكلتي مش زوجي، مشكله واحده بسيطه جدا يا شيخ. ثم بكت قدام الناس اللي معايا يعني، قدام زوجها، قالت مشكلته يا شيخ ان هو مستحقرني، هو بيقول لي انا مش شايفك اساسي، انت مش مره اساسي. طب يا اختي بتعملي مشاكل؟ اساله. سالنا قال ما اعرفش انا كده وخلاص. اللهم طهر قلوبنا يا رب، واصلح بيوتنا يا ربي، واخرج النكد منها يا رب. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجمل التواضع فيما بيننا، وتكون على رفقه وحلوه وجميل. صلينا على رسول الله اخواني في الله، يبقى قبول الحق من التواضع، ولا يقبل الحق الا متواضع. اما الذين هم جبابره ومتكبرين لا يقبل الحق ويغمط الناس. لما مر احد الناس ايها الاخوه الاكارم وكان يطوف بالبيت، فجاء رجل من خلفه من بسطاء الناس زي حالتنا كده، والراجل اللي معدي ده امير الماشي ده من ايام التابعين، وكانت له عباءه طويله جدا، وهم في الكعبه يا اخوانا، هم في الكعبه فالراجل البسيط ده معدي راح ضغط على الايه، على عبايه مين؟ الراجل اللي قدامه، فلكمه في صدره، قال اما تعلم من انا؟ انت مش عارف مين انا؟ برضك انا دي يا رب مش هنخلص منها، اما تعلم من انا؟ فكان البسيط المسكين ده كان فقيها، تربى على قال الله وقال رسوله، قال نعم اعلم من انت، لقد كنت، اسمع، لقد كنت نطفة مزرة، نطفة مزرة، صليتم على رسول الله، نزلت من بطني، نزلت من والديك من مجرى البول مرتين. انت تبع مجاري يا ابني، انت تبع المجاري، نزلت من منطقة ابوك، نزلت عن طريق الايه، انتوا معايا ولا نايمين؟ مش بينزل من فين؟ من مجرى البول ولا لا؟ النطفة دي بتنزل من فين؟ من مجرى البول، وبتدخل مجرى بول، صح يا اخوانا؟ ولما تنزل للدنيا تنزل وانت عفن، صح ولا غلط؟ فبقول له دي يا اختك، وتحمل في بطنك العذرة، القرف، الوساخة، وإذا ما مت أصبحت جيفة قذرة، ريحتك ما يتقبلهاش إنسان لو مت. صليتم على رسول الله؟ إيه ده حالتك؟